مساء الخير وسعادة على حضراتكم، على كل جمهور النادي الأهلي وكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الحريفة. هكون معاكم أنا هند مدحت وأميرة فراج. مساء الفل يا أميرة. أهلا يا هنودة، مساء الفل حبيبتي، وأهلا بكل اللي بيتابعونا على شاشة قناة الأهلي. كالعادة حلقتنا النهاردة متنوعة، أخبار الساحة الرياضية ومباراة النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري اللي هتتلعب النهاردة وحاجات تانية كتير إن شاء الله تعجبكم. ان شاء الله تبقى حلقه مليانه مواضيع تعجبكم وتبقى كده تضيف ليكم. خلونا نبدا حلقتنا النهارده بفقرتنا الاولى ونشوف معانا اخبار ايه النهارده في السريع. اول خبر معانا النهارده قرعه مرحله المجموعات من مسابقه دوري ابطال افريقيا نسخه 2022-23 اللي بيشارك فيها من مصر فريقين الاهلي والزمالك، والقرعه دي اوقعت فريق النادي الاهلي في المجموعه الثانيه واللي ضمت معاه كل من انديه سان داونز الجنوب افريقي، الهلال السوداني والقطن الكاميروني. وطبعا الاهلي بيمتلك رقم قياسي في التتويج بدوري ابطال افريقيا برصيد 10 القاب، اخرهم كان في سنه 2021. يعني سان داونز تاني يعني ربنا يستر. تاني خبر معانا، الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيواجه الاتحاد السكندري الساعه 7 على استاد الاهلي والسلام. المباراه اللي كانت متاجله من الجوله الرابعه لبطوله الدوري الممتاز، وفريق الاهلي اختتم امبارح استعداداته للمباراه على ملعب التتش، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق عمل محاضره بالفيديو مع اللاعبين عشان يتكلموا في كل الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بالمباراه، وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده. كمان معانا الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي فاز امبارح على فريق الزهور في المباراه اللي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، وشهدت اداء قوي جدا من بين الفريقين وانتهت بفوز الاهلي بنتيجه 97-49. علشان بالنتيجه دي فريق الاهلي يقدر يكمل عروضه القويه اللي بيقدمها في البطوله بعد الفوز اللي حققه في كل من المباريات اللي لعبها في الفتره الاخيره. هم كمان عندهم النهارده مباراه قويه مع فريق الجزيره الساعه 6 على صاله استاد القاهره، بنتمنى لهم كل التوفيق والفوز في المباراه عشان يكملوا سلسله انتصاراتهم باذن الله ان شاء الله. نخرج من الاخبار المحليه ونروح للاخبار العالميه، نروح لكريم بنزيما مهاجم النادي الملكي ريال مدريد، واللي بياكد دعمه للمنتخب الفرنسي قبل مواجهته قدام منتخب المغرب يوم الاربعاء اللي جاي في المربع الذهبي مونديال قطر 2022. منتخب ديوك فرنسا على بعد خطوتين بس من التتويج بلقب كاس العالم للمره الثانيه على التوالي، بس ان شاء الله منتخب المغرب يفوز ويتاهل للنهائي عشان يكمل مشواره الناجح في البطوله ويتوج بكاس العالم لاول مره في التاريخ. وبكده يكون خلصنا اخبارنا النهارده، تعالوا بقى نروح دلوقتي لتعليق في صوره. طيب احنا طول عمرنا بنحس ان كرة القدم بنجومها في حتة والالعاب الاخرى والرياضات الاخرى في حتة تانية خالص، كأنهم منعزلين عن بعض. صورتنا النهاردة واللي هتكون معانا بتأكد عكس الكلام ده تماما، زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي في الصورة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وهو قاعد بيتكلم ويهزر مع ايهاب امين لاعب الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي في مؤتمر الراعي الثالث للاهلي اللي كان امبارح. لقطه بصراحه مش ممكن انتوا تشوفوها الا في النادي الاهلي. حقيقي بالظبط، طاهر محمد طاهر بيكون حريص دايما يهند على حضور مباريات ايهاب امين في السله، وبيربط الاثنين علاقه صداقه قويه جدا، وده بيدل ان مفيش حاجه جوه النادي الاهلي اسمها انا بلعب كوره وانت بتلعب سله وفلان بيلعب طايره، كلهم اصحاب بيتعاملوا تحت كيان واحد بيجمعهم النادي الاهلي، وشفنا ده قبل كده بين قفشه واحمد مهيب وعمرو الجندي مع حسين الشحات، كل اللاعبين بصراحه دايما بيكون بينهم الروح بالظبط. صح مظبوط. اللي احنا عايزين نقوله كمان يا جماعه انه الكلام ده بيؤكد على انه النادي الاهلي بيت بيجمع فيه عيله كبيره جدا، بيجمع كل العيله دي مع بعض، مش شرط لاعبين ولا اداريين ومنظمين وعاملين، واحنا كمان كمذيعين كل ابناء البيت ده بيسود ما بينهم الحب والروح الواحده والعيله الواحده. دلوقتي خلصت فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي وصلنا معاكم لتاني فقراتنا المناوره.
اليومين اللي فاتوا لاحظنا استضافة مصر لأحداث رياضية وفنية مهمة جدا، ومن خلالها استقبلنا آلاف السياح من جميع أنحاء العالم. من أهم الاستضافات اللي حصلت دي كانت سباق نصف ماراثون الأهرامات، أضخم ماراثون والحدث الأكبر من نوعه في العالم، واللي بتنظمه مصر تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ووزارة الآثار برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنة الرابعة التوالي. وعشان كده احنا حبينا نسلط الضوء على حاجة مهمة جدا تكون منورتنا النهاردة، ليه مصر ما بتنظمش وما بتستضيفش المعسكرات الشتوية للفرق الأوروبية؟ لأن دي حاجة مهمة جدا محتاجين ان احنا نسلط عليها الضوء. مظبوط، يمكن احنا كمان كنا متابعين يا أميرة الحدث ده من بدايته يوم السبت اللي فات، وكنا فخورين جدا باللي بيحصل. لكن زي ما انتوا شفتوا امبارح كده كانت حلقتنا خاصة جدا، علشان فرحتنا طبعا بتأهل منتخب المغرب لنهائي كاس العالم، فكنا طبعا مضطرين ان احنا نأجل ده للنهاردة. لكن خلوني اقول لكم بقى ايه هو اهمية الماراثون ده، او ليه الماراثون ده مهم. الماراثون ده مش بس ماراثون رياضي بيوعي الناس بأهمية الرياضة والى اخره، لكن الماراثون ده بيشترك فيه حوالي 4000 متسابق من 79 دولة تحت شعار سباق عبر التاريخ. يعني حدث يا جماعة بيجمع ما بين الحضارة والرياضة، الماضي والمستقبل، وحقيقي المنظر كان رائع، كان مشرف جدا 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 جدا. تخيلي انه في ناس بتيجي من بره علشان بس ان هي تحضر ماراثون زي ده. بالظبط، تخيلي يعني ناس تيجي من هولندا وامريكا ودول تانية مختلفه علشان يحضروا الماراثون جنب واحده من اهم المعالم التاريخيه والسياحيه في العالم كله هي الاهرامات. محتاجين نستغل الحاجات دي بشكل كبير لانها بتعود علينا بالنفع سياحيا واقتصاديا ومعنويا كمان. والحقيقه كلنا شايفين المجهود اللي مصر بتبذله علشان نبقى مؤهلين لاستقبال احداث رياضيه مهمه تانية زي كاس العالم مثلا، وده اللي محتاجين ندعمه ونتكلم عنه كتير الفتره الجايه، لان بجد مصر تقدر تعمل ده. مظبوط. طيب خلينا بقى نروح علشان نعرف اكتر عن الحدث ده، معانا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا في الحريفه. اهلا بكم كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. دكتور، كلمنا عن تنظيم وزارة الشباب والرياضة لنصف ماراثون الأهرامات، الحدث بدأته من إمتى عشان تجهزوا ليه؟ والله وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا تستثمر مثل هذه الأحداث في دفع عدد كبير جدا من القطاعات الخاصة بالدولة المصرية، خصوصا قطاع السياحة. حركة كبيرة جدا من وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه الأحداث اللي بتستضيفها بتكون داعمة للسياحة المصرية بشكل كبير. النسخة الحالية شهدت مشاركة أكثر من 4000 متسابق من 79 دولة تحديدا. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق إشارة البدء من انطلاق الماراثون من أمام الأهرامات، شاهد على التاريخ والحضارة المصرية العريقة. كمان تنظيم جاء شباب من خلال الإدارة العامة للسياحة عبد الفتاح. النسخة كانت كبيرة جدا ومهمة جدا. دكتور محمد، استاذن حضرتك تتحرك بس لانه الصوت فيه شويه تقطيع كده، لو تتحرك بس في مكان فيه نت. النسخه الحاليه من تعتبر من اقوى النسخ من خلال مصر لهذا الماراثون، نسخ ماراثون الاهرامات، واللي بيشارك فيه زي ما قلنا 79 دوله حول العالم. حتى كمان بيتم تقسيم الماراثون في منافساته الى 5 كيلو متر و10 كيلو متر و21 كيلو متر. طب حضرتك ازاي بتشوف ان استضافه مصر للاحداث الرياضيه دي ممكن تضيف لنا؟ لا، مهمه جدا مثل هذه الاحداث بتضيف بشكل كبير جدا لمصر، يمكن خلت مصر واحده من افضل دول العالم خصوصا للاحداث والفعاليات، وكمان خلت احد اهم المراكز الاقليميه في استضافه هذه الاحداث. مصر خلال الفتره الماضيه اضافت اكثر من 161 بطوله عالميه، كل ده بفضل تطوير البنيه الانشائيه التحتيه سواء الشبابيه او الرياضيه، وكمان وضع على الخريطه العالميه وايمان القياده السياسيه بالرياضه واعتبارها امن قومي، فكانت الانطلاقه اللي كلنا شايفينها حاليا. دكتور، خطه الوزاره بقى الخطه الجايه علشان نقدر نستقبل احداث وانشطه زي دي على ارض مصر. والله الخطه موضوعه وبتنفذ بشكل يعني بشكل مستمر، وفي استدامه خلال التعاون الكبير بين وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه المصريه، كمان الاتحادات الرياضيه سواء الاولمبيه او غير الاولمبيه، كمان بنأكد على ان التعاون
اللي بيتم ما بين الوزاره واللجنه الاولمبيه بيهدف في النهايه الى نجاح مصر في تنظيم العديد من البطولات اللي احنا شايفينها على ارض مصر. مظبوط. الصوت يا دكتور بعد اذن حضرتك. الخط هنرجع لحضرتك يا دكتور تاني ان شاء الله. الحقيقه ان مصر عندها كتير قوي اميره تقدمه للعالم، يعني عندها اللي يأهلها واللي يميزها عن اي دوله تانيه، يعني غير قدرتك على التنظيم انت عندك لوكيشنز لتنظيم احداث رياضيه كتير جدا بالزبط. معسكرات تدريبيه، احتفالات، سواء بقى انت الجو طول السنه حلو بالزبط. شتاء حلو وصيف حلو، فانت عندك طقس مختلف، تاريخ، حضاره، اماكن سياحيه مش موجوده غير عندنا بس بجد، زي الاهرامات مثلا، المعابد الاثريه، بس لو بعدنا كمان عن الحاجات التاريخيه فانت عندك الحاجات الطبيعيه. بس خلينا نرجع دكتور محمد فوزي رجع معانا. دكتور محمد سمعنا؟ سمع حضرتك. دكتور محمد، استضافه مصر بقى للاحداث والمعسكرات، هل ممكن ان احنا نقدر ان احنا نستضيف معسكرات فرق الاوروبيه عندنا؟ والله بالفعل مصر دلوقتي عندها من المدن السياحيه الكبيره اللي تخلي مصر قبله لكل دول العالم في استضافه معسكراتها. اكيد ده محطوط على اجنده تهتم بشكل كبير جدا في جعل مصر واحدة من الدول الكاذبة لكل الفعاليات والأحداث العالمية سواء الرياضية كمان أو غير الرياضية. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. ان شاء الله نتمنى ان مصر فعلا تهتم جدا بالكامبات وتستغل سياحتها وجوها وتهتم ونهتم اكتر بالاحداث الرياضيه، لان ده فعلا هيضيف لنا كتير جدا على كل الجوانب، وانا شايفه ان احنا قدها وبنعمل فعلا خطوات تجهزنا لده ان شاء الله. صح. واحنا يعني خلينا بقى، انا بحب الغش قوي في الحاجات اللي زي دي، يعني بحب ان احنا نبص حوالينا على الدول العربيه مين استضاف ايه. يعني خلينا مثلا نروح لدبي. دبي واحده من المدن او الامارات عامه، واحده من الدول اللي استضافت احداث رياضيه كتير. يعني خليني اقول لكم انه في الفتره اللي فاتت الامارات او دبي تحديدا استضافت اكتر من 100 معسكر دولي في العاب رياضيه متنوعه، والفتره دي بالذات بتستضيف نجوم الكره العالميين. عايزه اقول لك ان في يعني تقريبا اغلب لاعيبه كره بتوع العالم كله راحوا دبي، فده مهم قوي، ده مهم قوي علشان السياحه وعلشان رياضيا ده مهم انه بيحطك على الخريطه. كمان هنشوف في دبي بطولة كاس سوبر دبي، واللي بيجمع بين أربع فرق أوروبية وهم أرسنال، ليفربول، ميلان، وأولمبيك ليون الفرنسي. فهل إحنا ما عندناش الإمكانيات اللي تخلي ده يحصل في مصر؟ يعني أعتقد عندنا كل الإمكانيات، والله يعني عندنا كل الإمكانيات الجغرافية والمناخية. الموضوع مش محتاج مننا غير أننا نفكر ونخطط وننافس الدول دي عشان نكون قدامهم ونقول لهم إحنا موجودين. مفيش شك أن إحنا عندنا فرص كتيرة تساعدنا ان احنا نعمل ترويج سياحي لمصر باستضافه معسكرات الفرق الاوروبيه، خصوصا ان كلنا شايفين الايام اللي فاتت دي نجاح وعظمه استضافه مؤتمر قمه المناخ في مدينه شرم الشيخ، وبرده مش هننسى تنظيم مصر بالغردقه لحفل جوائز افضل لاعب في افريقيا مرتين متتاليتين موسم 2018 و2019، واللي توج فيها محمد صلاح وساديو ماني وحضر فيها نجوم كره القدم الافريقيه، وكان حدث مشرف جدا. عشان كده محتاجين من كل المسؤولين عن تنظيم المعسكرات اللي زي دي، ومن اتحاد الكره المصريه ووزاره الشباب والرياضه ووزاره السياحه انها تهتم بده الفتره الجايه، لان مؤكد وجود نجوم كره قدم اوروبيه في بلدنا ومشاركتهم للصور التذكاريه على السوشيال ميديا هو خير مثال لترويج السياحه في مصر ودعم كبير للكره المصريه. عندك حق. عارفه كمان يمكن الرياضه والفاشن والفن، الحاجات دي كلها هي زي ما بنقول دايما هي القوه الناعمه اللي انت تقدر تروج بيها لبلدك، تقدر تستعرض فيها مهاراتك. متاكدين ان احنا نقدر على ده، وعندنا بصراحه مؤسسات ومنظمات قويه جدا قادره انها تعمل اكتر من ده، لانه زي ما دايما بنقول لكم الرياضه دلوقتي هي القوة الناعمة المؤثرة في العالم كله. لازم نستغلها، نذاكر كويس التوجهات الجديدة بتاعتها، نذاكر كويس كمان الناس بقت عايزة ايه من الرياضة. الناس ما بقتش مستنية من الرياضة نفس الحاجات اللي كانت مستنياها قبل كده، نواكب اللي بيحصل في العالم من تطور. يعني ادينا شايفين
حجم التطور والتكنولوجيا اللي معموله في قطر علشان كاس العالم حاجه تشرف جدا. احنا بنتمنى دايما ان مصر تكون في مقدمه الدول اللي بتقام على ارضها اهم الانشطه الرياضيه، وعشان كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد، بنحاول ان احنا نوصل لكم صوتنا. دلوقتي خلصت فقرتنا المنوره، خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا ونتكلم عن مباراه الاهلي قدام الاتحاد السكندري اللي هتتلعب النهارده. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي معاكم لفقره الاستوديو التحليلي الستات في الكوره. طيب خلاص كاس العالم زي ما كل الناس متابعه وصل لمراحله الاخيره، من بكره هتبدا مباريات نصف نهائي، عندنا ارجنتين مع كرواتيا، وبعد بكره فرنسا ومواجهه منتظره وقويه مع اسود الاطلس، منتخب المغرب اللي كلنا بنتمنى له كل الدعم والتوفيق في مشواره علشان يواصل كتابه التاريخ ويوصل للمباراه النهائيه لاول مره في تاريخ المنتخبات العربيه والافريقيه. بكل تأكيد هنشوف مباريات قوية جاية في نصف النهائي بين الأربع الفرق اللي وصلوا، اللي بتأكد على أننا هنشوف نهائي تاريخي وناري في واحد من أفضل نسخ كاس العالم على الإطلاق. ومن كاس العالم بقى هنروح ونتكلم عن مباراة الأهلي النهاردة أمام الاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري. منورنا في الاستوديو التحليلي ضيوفنا محمد، ضيوفنا آسر محلل الكرة العالمية، ونجوى مصطفى الناقدة الرياضية. أهلا بيكم. أهلا بيك يا أميرة. أهلا بيك يا هند، ومبسوطة أن أنا آسر حسين معانا. منورنا. بصوا قبل ما نروح الأول لكأس العالم وكده، أنا عايزاكم أنتوا تابعتوا قرعة أكيد الأهلي وسان داونز ده. طيب يعني قولوا لي كده، نبقى ليديز فيرست طبعا. طبعا طبعا مفيش كلام. ما قالش حاجه على فكره. لا 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 اسف والله. محللنا الرياضي اللي منورنا النهارده آسر حسين، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك، منورنا والله. قولي لي، خلينا نتكلم ان الاهلي كالعاده في مواجهه ناريه في دور المجموعات. سان داونز، الاهلي وسان داونز تحديدا اتقابلوا قبل كده يمكن 12 مره، الاهلي كسب 5 مرات وتعادلوا في 4 ماتشات. يمكن خليني اقول لك ان الاهلاويه بداوا يحبوا مواجهات الاهلي مع سان داونز لانه بقت فيها الخير. احنا كل المرات اللي قابلنا فيها سان داونز الحمد لله على الاقل لعبنا فاينل او كسبنا البطوله. يمكن نعتبرها خليها بشره خير. باقي المجموعه مش سهله، القطن الكاميروني، الهلال السوداني، خلينا نقول مجموعه ناريه فعلا. ولكن الاهلي ان شاء الله قادر على مواجهه الجميع وقادر على الحصول على اللقب اللي خسره بفعل فاعل يمكن السنه اللي فاتت ان شاء الله. آسر، شايف مشوار الاهلي في البطوله ازاي لحد دلوقتي؟ مبروك على البرنامج الاول. الله يبارك فيك. انت وهند مبسوطين مع نجوى النهارده. مشوار الاهلي اعتقد انه كالعاده ده قدر البطل، انه استضن دايما مجموعه صعبه. يمكن كنت انا ونجوى بنتكلم قبل الهوا انه كنا متوقعين سان داونز كده كده معانا، يعني كانه مكتوب علينا. الحقيقه هم عملوا، بشوف ان سان داونز نسخه مغايره شويه للي قبلناها السنه اللي فاتت. عملوا حاجه غريبه جدا في اكتوبر اللي فات، 24 اكتوبر. شالوا منكوبة من جويزي اللي كان تفوق على الاهلي قدام موسيماني، كسب راح جاي البطوله اللي فاتت. وجابوا روناني ماكويني اللي كان تحتيه، وروناني ماكويني عنده 35 سنه بس، مدرب شاب. سان داونز ماشي كويس، متصدر الدوري ب 28 نقطه، عنده المهاجم الناميبي نخلي بالنا منه، هو هداف الفريق 26 سنه. فبالتالي نسخه هتبقى مختلفه شويه. كولر عنده تحدي كبير جدا بانه الاهلي ما كسبش سان داونز ابدا في جنوب افريقيا، ما كسبش الهلال السوداني ابدا في السودان. وبرده كانت ذكريات كويسه زي ما كانت نجوى بتقول، انه المعركه او الظروف الصعبه اللي تعرض ليها اللعيبه اخر مره في مباراه ام درمان، وان هم طلعوا في حمايه الجيش المدني السوداني، كان الطريق الاهلي المفتوح للتسعه. وبعدها طبعا السنه اللي فاتت يعني كنا قاب قوسين ادنى والخساره في النهائي. فبرده سان داونز فعلا فاق لحسن، لكن يعني عنده ارقام كتيره محتاج يكسرها. أوكي. كولر المره دي في تحدي كبير طبعا، وده قادر ان انت تبقى بتقود فريق على، تبقى على راس القياده الفنيه فريق نادي الاهلي، متعود دايما انه خدت التاسعه خدت العشره، دلوقتي ده طريق الى الحادية عشر ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن تاكيدا على كلام آسر ان فريق سان داونز مش بس بيدي فرص للمدربين، ولكن كمان اللعيبه، هو متوسط الاعمار اللعيبه من اصغر اللعيبه في افريقيا، هم بيراهنوا دايما على اللعيبه صغيره السن وببادجت قليل جدا، بيقدروا عندهم يعني كشافين لعيبه بيشتغلوا طول الوقت بمنتهى الحرفيه، بيقدروا يجيبوا اللاعب الصغير الموهوب باسعار يعني قليله. طب انتوا شايفين ده ازاي؟ هل انتوا مع انه الفريق كله تبقى لعيبه صغيره، ولا نعمل الميكس المعين ما بين الخبره اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين؟ يعني بتشوفوا
ريسنتلي بقينا بنشوف كره القدم فيها سن صغير، يعني نتكلم عن المغرب مثلا المدرب بتاعها تقريبا 35 سنه او في الرينج ده، انتوا بقى بتشوفوا ده ازاي مع ولا ضد؟ 46 شكله صغير شكله دمج مهم جدا يعني. دمج في الكوره مهم جدا، عناصر الخبره مع عناصر الشباب حتى على مستوى النادي الاهلي. لو خدنا التجربه بتاعتنا احنا هنلاقي ان كولر بيحاول يعمل كده، يعني غياب معلول عن كاس العالم لوجوده في كاس العالم، محمد اشرف بدا ياخد، كوكا بدا ياخد، فخري طبعا ما اقدرش اقول عليه شاب لانه 23 سنه، لكن كل العناصر دي لما بتخش الدمج مع عناصر الخبره زي ما تلاقي في الملعب الشناوي طبعا في القياده، تلاقي مثلا متولي موجود، من كل اللعيبه اللي بتاخد مع السوليه موجود، كل اللعيبه الركائز واكرم كل الناس دي لما بتدي لعيب زي محمد اشرف ويخش في التشكيله الاساسيه مع 10 لعيبه هم اوريدي متمرسين وعندهم الخبره، الدمج مهم جدا. سان داونز بيعمل ده، وتكمله على كلام نجوى كمان ما عندوش مشكله ابدا في الماديات، بيروح يتعاقد مع لعيبه باسعار غاليه جدا. صحيح. من امريكا الجنوبيه كمان. فبالتالي سان داونز دايما يعني بينافس، والتغيير المفاجئ او الشفل اللي عملوه في التغيير الفني ده اللي عملوه يوم 24 اكتوبر كان بالاساس ده، ان هم عايزين شايفين ان في تراجع نتائج من جويسا ده، فلا هات الراجل ده الصغير 35 سنه اللي كان مدرب مساعد يطلع هو رجل اول، تبقى التجربه ان المدير الفني عنده 35 سنه ممكن يبقى اصلا قد واحد من عناصر الفريق اللي موجوده. مفاجآت، ايه اكتر المفاجآت من وجهه نظرك في البطوله؟ دوري ابطال افريقيا؟ يعني اللي ممكن تحصل يمكن تحصل لا ان شاء الله بالنسبه للاهلي ما يكونش في اي مفاجات، ويمكن الاهلي وسان داونز هم المرشحين للصعود من المجموعه دي، وان كان لا يجب الاستهانه بالقطن الكاميروني والهلال اللي احنا زي ما ياسر قال احنا كان لينا مواجهه صعبه معاه السنه اللي فاتت وخرجنا يعني بشق الانفس صعدنا يعني. لا ان شاء الله ما يكونش في اي مفاجات في مجموعه الاهلي والاهلي يصعد كمتصدر. طيب بكلام بقى عن المفاجآت نروح لكاس المفاجآت العالم، يعني هو اسمه كاس مفاجآت العالم ملوش السنة. كبير صح ملوش كبير، ليه بقى كاس العالم السنة دي ملوش كبير؟ يعني ليه كاس العالم السنة دي أثر من وجهة نظرك المنتخبات الكبيرة اللي خرجت وصعود المغرب اللي ما حدش فينا طبعا كنا بنتمنى، بس ما حدش فينا كان يتخيل طبعًا. ان احنا نوصل خلاص نصف نهائي يعني حاجات كتير قوي هند، يعني يمكن انا مفاجاه لو هنقسم مفاجآت عندي كذا مفاجاه، يعني يمكن فوز السعوديه الارجنتين كان اكبر مفاجاه رقميا. صحيح. لان عند جريس نوت دي اكتر حد بيعمل داتا اناليسيس وفورمات وكده كانت حاطه انه نسبه فوز السعوديه على الارجنتين 8.7% بس، الفوز ده بس بتاع السعوديه مش بس انه فوز تاريخي لينا كعرب، يعني ان هو دلوقتي هو رقم واحد في تاريخ مفاجآت كاس العالم. كان قبليه فوز امريكا على انجلترا في 1950 كان واخد 9.7%، فبالتالي تصدرت السعوديه بدي اكبر مفاجاه كنتيجه. لكن انا فاهم سؤالك طبعا، بتتكلمي على خلال المونديال خروج المانيا لتاني مره ما تقدرش تطلع للدور الاول مرتين ورا بعض، يعني قلنا لعنه البطل مش 2018 انت البطل اطلع. أيوة. اللي بعدها بقى داخل تعمل ايه؟ فخروج طبعا وركزوا في حاجات كتيره بره الملعب اثرت على التركيز والصعود من الدور الاول. التواجد الاسيوي بفرقتين، كوريا تقلب الحسابات كلها وتكسب وتصعد، اليابان نفس الكلام تكسب اسبانيا والمانيا، هجيمي مورياسو والفرقه العظيمه اللي كان عاملها دي يمكن حتى في مباراه كرواتيا كان هو الاقرب للفوز. خروج المرشح الاول لكاس العالم، خروج المرشح الاول البرازيل. صحيح، حاجه من اغرب ده كان بالنسبه لي، ما كرواتيا منتخب قوي لكن لو هنحطه قدام البرازيل وحرفنتهم صحيح كان ماتش غريب. تعقيبا على كلامك الكره لا تعترف بالاسماء ولا تعطي الا لمن يستحقها طبعا الاداء في الملعب هو الحاكم، هو اللي بيقول كلمته. يمكن خلينا نتكلم على ماتش كرواتيا والبرازيل، متأخرين وبيتعادلوا في آخر الدقائق ولكن الحماس الرغبة في الفوز، يمكن منتخب المغرب اللي ميزه من أول مشوار البطولة هو رغبته في الفوز، الروح. هم مش بيكتفوا بالتعادل زي ما بيحصل مع كل المنتخبات العربية اللي بتكتفي، مثلا يمكن شفنا تونس قدام الدنمارك كانت مكتفية بالتعادل وفقط بالنسبة لهم كان مرضيين، ولكن المغرب كان بيلعب على الفوز، ويمكن هو ده اللي ميزه وهو اللي خلاه هو الحصان الاسود للبطوله، وان شاء الله يكسر كل التوقعات. وليه لا ما نشوفش المغرب بترفع كاس العالم؟ لا هنشوف ان شاء الله. بصي انا يعني انا يعني المغرب خلاص كلنا مستنيين، لا خلاص فاضل ماتش واحد، عايز اتعمق معاكي اكتر مع المنتخب المغربي وازاي قدر يوصل لده وايه التكتيك اللي كان عامله في كل الماتشات اللي جيد. كلميني عن المغرب. المغرب كاداره محترفه للكوره هناك قدروا يخططوا بشكل جيد سواء لمنتخب الرجال او منتخب السيدات على نفس المستوى، ولكن
خلينا نقول يا آسر عامل كتير ساعدت عوامل المغرب كتير، والثقة في مدرب زي وليد الرجراجي اللي قبل شهرين شهرين قرار جريء جدا من الاتحاد انه 3 شهور الفريق كان صعد اوريدي كاس العالم بنستغنى عن دايما يقول لك طب انا عندي مدرب مصري يا نجوى او سوري يعني مدرب وطني امشيه مثلا واجيب بقى مدرب اجنبي الثقه بتاعه والخبرات. اللي حصل العكس ان خليلوزيتش البوسني الخبير بيمشي قبل 3 شهور ويجيب الركراكي ياخد الرهان ده، والركراكي ما كانش يعني خلينا نقول ما نزلش بالباراشوت، لا ده هو حقق نتائج عظيمه مع الفرق اللي قدر ان هو كان بيدربها. شفنا خد الدوري مع الفتح مع الدحيل في قطر والفتح الرباطي في المغرب لاول مره في تاريخه، خد مع الوداد الثنائيه الاشهر الدوري ودوري ابطال افريقيا على حساب الاهلي للاسف. تمام، مدرب ذو رؤيه ذو حماس، هو عاوز يكسب عاوز يعمل تاريخ ويصنع تاريخ. قصدك ان عنده السي في اللي يخليه يبقى موجود في المكان ده؟ صحيح، هو يستاهله. هو يستاهله، هو مش وليد الصدفه زي ما البعض المستغربين. لا هو فعلا مدرب قدر ان هو يشتغل على نفسه كويس، قدر يحقق نتائج عظيمه، وان كان ماتش الجاي مع فرنسا هيكون ماتش للاسف صعب جدا. انا كنت اتمنى ان انجلترا هي اللي تصعد في السيمي فاينل وتقابل المغرب، ولكن لو قدر ان هو يلعب على مفاتيح لعب منتخب فرنسا يمكن ابرزهم كيليان مبابي وجيرو ممكن يقدر يعمل مفاجاه ان شاء الله اللي احنا مستنيينها كلنا ان شاء الله. يعني اسر قول لنا كده، شايف المغرب محتاجه ايه علشان يكون مواجهتها مع فرنسا مواجهه موفقه كده وتجيب لنا كاس؟ طيب مبدئيا هو لحد النهارده المغرب مدياك فكره فن المستحيل، انه مفيش حاجه تقدر ما تتعملش. وناس بتتكلم على انه اول منتخب افريقي يصعد للدور نصف النهائي ويكتب التاريخ. المغرب انا بالنسبه لي بس عشان نوثق ده من خلال برنامجكم الحلو ده، كانت بتكتب التاريخ من الاول خالص. يعني يمكن في سنه 70 كانت اول منتخب افريقي ياخد اول نقطه لاي منتخب افريقي قدام بلغاريا في 70، بعد 86 اول منتخب افريقي يصعد للدور الثاني للدور ال 16، النهارده في 2022 هو اول منتخب يوصل ليه اول منتخب افريقي يوصل لدور نصف النهائي. فبالتالي هو كتب التاريخ في كل مشاركاته من زمان شغال فعلا بالظبط. فالتراكم بتاع منتخب المغرب دايما هو اللي يعني دلوقتي بيحمل طبعا لواء العرب افريقيا، لكن في افريقيا كان دايما هو اول واحد بيكسر ارقام وبتحصله بقيه المنتخبات الافريقيه. ركراكي والمنظومه الممتازه اللي عنده، انا هاخد من كلام ارسن فينجر المدرب الاسطوري الفرنسي الاسطوري للارسنال لما قال بعد الماتش، قال انا عارف ان احنا الفيفوريتس او احنا اقرب ناس احنا ممكن ناخد البطوله، لكن خلوا بالكم المنتخب ده كويس جدا. هو بصوا طريقه كان في مين ولعب قدام مين، قدام اسبانيا والبرتغال الاثنين لعبوا واحده من احلى ماتشاتهم اسبانيا والبرتغال، لكن طول الوقت منظومه الركراكي الدفاعيه وترابط الخطوط امسك الكوره طول الماتش والمحصله صفر، مش هتعرف تكسر المنظومه الدفاعيه دي. زي ما كانت برضو نجوى بتقول نعمل ايه في مفاتيح لعب، طبعا انت محتاج جبهه اليسرى هي لو بصيت على الاحصائيات هي اميره كل الاهداف بتاعه فرنسا بتيجي ناحيه شمال. حتى لما جريزمان غير اتجاهه في مباراه انجلترا الكوره الاوفر جه من ناحيه الشمال، فان انت تعمل اوفر لود شويه ناحيه اليمين يعني يبقى فيها حكيمي وزياش كمان في دور دفاعي. أوكي. ده حاجه عشان بس تقلل طبعا خطوره امبابي. الحاجه الثانيه عشان من حسن حظنا ان ديشون راجل بيحب الدفاع شويه، فبتخسر لعيب زي سيو هرنانديز الباك الشمال ما بيتقدمش، فبالتالي يقدر حكيمي يعمل انطلاقاته الممتازه، واحد من اسرع الباكات يعني يمكن ان لم يكن احسن باك رايت في العالم دلوقتي. صحيح. يقدر يعمل انطلاقاته. المغرب ان شاء الله تقدر بس تقفل مصادر الخطوره يعني عند فرنسا. وانا فعلا مش بقول كده والله من يعني نبع ان انا راجل عربي بين قوسين مصري، لكن فعلا منتخب المغرب قادر حتى لو فرنسا لا قدر الله عدت انا متاكد هيبقى بشق الانفس، هتلعب ماتش صعب جدا قدام المغرب. احنا شفنا ده في ماتش البرتغال، هم كانوا مدوخينهم بجد مقفلين الملعب في هجوم جامد لعب من يمين لشمال مفيش خوف في جراءه، فاتوقع ان ده هيحصل ان شاء الله. عايزه اسالكم بقى على حاجه مهمه، توقعاتكم لو الماتش وصل لضربات الجزاء؟ لا والنبي يعني يا جماعه انا باجي على ضربات الجزاء ما بستحملهاش. اميره مش هتقدر ما اقدرش الصراحه. يمكن ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ربنا يحافظ عليه ويكمل على خير، من اهم نقاط القوه في المنتخب في المنتخب المغربي، ويمكن مش جديد عليه لان هو اخذ احسن لاعب مع اشبيليه السنه اللي فاتت. فهو خلينا دايما بنقول يا اسر يا اسر احنا جايين عليك مش عارفه والله
بتقول ياسين. هو الاسم مش اسهل اسم بس تمام يعني. سهل اسمك سهل جدا. بالظبط على اسم النجم مصر ياسين. طبعا طبعا. تمام؟ لا بس الفكره ان ياسين بونو دايما بنقول ان حارس المرمى هو نص الفريق. هو اثبت النظريه دي. ان شاء الله يعني ما نوصلش للنقطه دي ونقطه الجزاء يعني ضربات الجزاء الترجيحيه ويتم الحسم في 90 دقيقه ان شاء الله. يا رب. بس لو وصلنا المغرب انت شايفه انه المغرب سؤال حلو هند. الاثنين متمارسين جدا. لوريس برضو لوريس لاعب بتاع ثلاثه يعني كاس عالم متمرس جدا 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 او عنده خبره. وبنفس الوقت بونو طبعا عنده يعني ولا ضربه جزاء دخلت فيه عنده الاحصائيه دي يعني ولا شوطه اتصادت دخلت فيه طبعا شباكه برضو ما دخلش فيها هدف يعني الهدف العكسي بتاع نايف اكرد ده هدف عكسي. المنافسين ما دخلوش في بونو ولا 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 هدف وهو عنده طبعا احصائيه ممتازه اللي هي اول حارس افريقي يعمل 3 كلين شيت في كاس العالم. بونو طبعا حارس بطل لكن برضو لوريس متمرس اعتقد هتكون ان شاء الله تبقى الغلبه يعني لو وصلت ضربات جزاء لبونو لكن يعني الاثنين حظ الترجيحيه على راي كابتن مين شاء الله. بما اننا لسه بنتكلم عن المغرب هدف النصيري وجدل ان هو تفوق على هدف كريستيانو. قولي لي بقى انت. كاس العالم يعني دي اعلى قفزه في تاريخ كاس العالم. 2 متر و78 سنتيمتر. اعلى قفزه في تاريخ كاس العالم. يعني التيك اوف ده عبقري. في واحده كانت لرونالدو كان ماتش يوفي وسامبادوريا دي كانت 2 سم 53 ناس افتكرت دي اعلى. لا في واحده بقى في 2013 ايوه قدام ريال مدريد ريال مدريد قدام يونايتد في الشامبيونز ليج دوري الابطال. أيوة صح. هو طلع 2 متر 93 سم كريستيانو رونالدو يعني تقريبا 3 متر بس بتاعت النصيري. انا كنت بسمع بالتعليق يا هند واميره ونجوى التعليق الانجليزي الراجل راح قايل على يوسف لك انا متاكد انه نط على ترامبولين ده مش نط عاديه هي نطه خطيره نط فعلا عادية. دي حقيقه ما هو دي ميزته كان خطير جدا. طيب احنا اتكلمنا عن المغرب في كاس العالم وهكذا نروح بقى للماتش الثاني كرواتيا والارجنتين. ماتش صعب جدا. كرواتيا دول بالنسبه لي ملوك الوقت الاضافي مش ممكن 120 عندهم صحيح. 5 ماتشات احصائيه مرعبه بالظبط يعني لازم اقفل الماتش لازم اكمله لاخر دقيقه وصلوا فيهم في ادوار اقصائيه للوقت الاضافي ما خسروش ولا ماتش يعني 5 ماتشات 5 انتصارات يمكن اللياقه البدنيه لان هم 120 دقيقه 3 ماتشات يمكن اللياقه البدنيه هي اللي تكون ليها لو قدروا يحافظوا على لياقتهم البدنيه يكون ليها كلمه السر في الماتش الجاي قدام الارجنتين والسرعات ميسي اعتقد يعني هيبقى ماتش صعب وان كان يعني خط وسط الكرواتيا هو اكثر ما يميزه بالظبط. نجوى احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم الحوار. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين الاستوديو التحليلي مع ضيوفنا آسر حسين محلل الكره العالميه ونجوى مصطفى الناقده الرياضيه. خلونا بقى نروح للنادي الاهلي والدوري المصري. شفتوا ازاي المنافسه بين الفرق من بدايه مسابقه الدوري؟ يمكن الاهلي على خطى ثابته بيكسب 5 ماتشات لعبهم وان شاء الله السادسه تكون النهارده قدام الاتحاد. مستوى ثابت كولر قدر يعمل المعادله اللي الاهلاويه بيحبوها الفوز مع الاداء الممتع. كان عنده مواجهات معقوله الماتشات اللي فاتت ولكن القادم هو الاصعب يعني ان شاء الله تكمل على خير والدوري يرجع للجزيره بعد غياب سنتين ان شاء الله. قول لي يا اسر انت اكيد اتفرجت على كل ماتشات الدوري من بدايتها عايزك تقول لي كده رايك في ماتشات الدوري من اول ما بدات. ممكن هند نربط اللي يعني راينا في الدوري بماتش النهارده المواجهه بين الاهلي والاتحاد. يمكن الاتحاد كان بادئ بدايه كويسه جدا كل الناس كانت حابه تشوف الاتحاد وبصمه جديده مع زوران المدرب الصربي. الفريق كان ماشي كويس جدا كان متصدر حتى الجوله الثالثه بس يعني مؤقتا يعني لحد ما الاهلي كان يلعب ماتشاته بعد الفوز على الجيش. بعدين يمكن انا رايي انه اتاثر كتير جدا بفتره توقف الدوري صح. بعد حوالي شهر بدا يبقى فيه الكيرف ينزل تاني شويه وتعرض لهزيمتين متتاليتين. لكن الاتحاد مع زوران الحقيقه شايفين بصمه كويسه جدا. الجبهات بتلعب كلها كره مفتوحه عشان صلاح يمين وصبري رحيل احد اللاعبين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي لعيبه محترمه جدا. لولا عنده خبره كبيره لولا بعتقد السن يا هند واميره انه وصل سنه 35 كان ممكن جدا روي فيتوريا يفكر فيه مدرب المنتخب. لكن عشان هو عايز ينزل بمعدل السن. اوموتو هو هداف الفريق بهدفين ماشي كويس جدا. كان في كمان بعد ثالث ماتش بعد المباراه الداخليه كان ليه تصريح زوران ان هو سعيد جدا الفريق عنده رده فعل بيعرف لما يستقبل هدف يرجع ويعمل كومباك للماتش. واكد على الاداره انه كل النجوم اللي ظاهره دي منهم احمد عادل ميسي واللعيبه اللي طالعه كويسه دي مروان عطيه في نص الملعب كل لعيبه ظاهره عمل زي فيتو للاداره قال لهم لو انتوا عايزين الفرقه تخش المربع الذهبي ما نبيعش اي حد من نجوم الفريق.
النهارده بيقابل النادي الاهلي طبعا المتصدر اللي بشوف انه زي ما كانت نجوى بتقول ماشي بخطه ثابته جدا. كولر كان بادئ الدوري كويس جدا ولا زال، لكن برضو بعتقد الاهلي اتاثر شويه بفتره التوقف لان كان في هبوط نسبي في المستوى صحيح. لما رجعنا لماتش المقاولين في الكاس كان صعب على النادي الاهلي، 9 ماتشات يعني العلامه الكامله ما شاء الله كولر من 9 وماتش صلاح الجيش برضو نفس الكلام كان فوز بصعوبه. هم الماتشين اللي بعد التوقف، المقاولين اللي خلص بضربات الجزاء بتالق الشناوي في اخر ضربه وصعوده بالاهلي لنصف نهائي كاس مصر، وماتش الجيش اللي كان شويه صعب عليه. كولر السنه دي بعتقد انه بيعمل حاجه ممكن تساعد جدا الاهلي انه يبقى عنده منظومه معينه يكسب بيها دوري ابطال افريقيا. بتفكرني بالطريق للتسعه، يعني في طريق التسعه كان في منظومه معينه عند النادي الاهلي كانت ثنائيه ايمن اشرف وياسر بن فوست، هو بدا الموسم ب واعتقد انه بيتمنى ان الاثنين يرجعوا عشان يكمل الثنائيه دي في الدفاع اللي هي ثنائيه متولي ومنعم. لما منعم اتصاب بعد مباراه سوبر امام الزمالك اللي فاز بيها النادي الاهلي، الاهلي اتاثر شويه بدا يدخل ياسر ابراهيم جنب متولي، متولي للاسف راح المعسكر المنتخب اتصاب بدا يدخل ياسر وجرب. لو شفنا متولي بالمناسبه هيرجع النهارده في القائمه مهم جدا لانه اضطر لو نفتكر يا نجوى اخر ماتش يلعب محمد هاني صح. الباك يمين يلعب بيه سنتر باك، بيجرب حاجات جديده فنيه، بيوري كل جمهور النادي الاهلي انه عنده افكار كتيره جدا في الطريق هينفذها. اكتشافه الكريم فؤاد في مركز الجناح يعني كان نجم مباراه الداخليه، جونين وصنع سجل هدفين وصنع زيهم، فبالتالي كل شويه بيطلع حاجه فنيه جديده. بعتقد في يعني طمانينه عند جمهور الاهلي في وجود كولر لحد دلوقتي العلامه الكامله، لو اعتبرنا مباراه المقاولين يعني تعادل نفوز بضربه جزاء، لكن 9 ماتشات 9 انتصارات، فبالتالي مباراه النهارده مباراه مهمه جدا. زوران هيحاول يرجع او من خلال مباراه كبيره زي النادي الاهلي او من خلاله بيلاعب النادي الاكثر تتويجا للدوري انه يظهر او الاتحاد بيبقى عندهم الدوافع يمكن اكتر انه الخسارتين اللي فاتوا دي بس كانت عشان فتره التوقف، انا عايز اعمل مباراه كبيره قدام الاهلي حتى لو خسران انا ببقى عايز اكسب ماتش الاهلي بالظبط. كولر محتاج ياكد الصداره النهارده قدام مدرب اكد انه يعني اوراق اعتماده في الدوري المصري كمدرب اجنبي، فكولر النهارده طبعا اعتقد انه محتاج الفوز مهم جدا لتاكيد الصداره. صح. ويمكن تاكيدا على كلام اسر ان زوران قال ان الماتشين اللي خسرهم قدام فيوتشر وغزل المحله دي كانت سقطه. انا دلوقتي انا بشتغل نفسي على اللاعبين ان ينسوا نتيجه الماتشين دول ويبداوا يركزوا في ماتش الاهلي عشان يحققوا نتيجه ايجابيه قدام الاهلي واستعاده الترتيب المتقدم للاتحاد في جدول الدوري، وان كان ربنا خايب زين ظنه. صح بالظبط. طيب كده انا عايزه اعرف حاجه، معلش يا اميره من غير قطع كلامك، عايزه اعرف حاجه، انتوا مع الروتيشن اللي بيتعمل مع اللعيبه؟ اكيد. يمكن فرقه زي الاهلي بتلعب في اكتر من بطوله، كاس مصر، بتلعب في دوري ابطال افريقيا، ويمكن الاهلي دايما مرشح للوصول للنهائي في البطوله وسفر في ظروف قاسيه جدا لافريقيا، بنلاقي ان الضغط البدني او الحمل البدني على لعيبه معينه بيفقدنا يعني جهود كتير منهم في الاصابات في وسط الموسم. يمكن بنشوف ده في اوروبا ان بيحصل روتيشن ما بين اللعيبه، ويمكن بنشوف نجوم فرق بتفضل بتقعد دكه في ماتشات الدوري علشان يحافظ المدرب يحافظ على جهودها لدوري الابطال. الروتيشن مهم جدا بين اللعيبه علشان ما نحصلش للمشاكل اللي كانت تواجهنا السنين اللي فاتت بفقد عدد كبير من اللعيبه للاصابه. صح. اوكي، ماتش النهارده ماتش مهم جدا، الاهلي واتحاد سكندري، بتشوف دوافع كل فريق للفوز ازاي النهارده؟ الاهلي طبعا عنده دوافع كثيره جدا لانه لاول مره من فتره بعيده الاهلي يفقد اللقب مرتين ورا بعض. فبعتقد حتى في الكلام او في بدايه التعاقد مع كولر كان وصل له رساله واضحه من جماهير النادي الاهلي ومن اداره النادي الاهلي انه لابد من عوده بالزبط. الدوري البيت والنادي الاهلي. مباراه مهمه جدا في تاكيد الصداره يا اميره. يمكن الناس كانت بتقول مباراه المحله كان بدا متصدر مع مدربه الاجنبي، لكن الاهلي استطاع انه يكسب 2-0، كانت مباراه مهمه جدا خارج الديار يعني. فبالتالي النهارده مهم قوي المكسب، دوافع عند لعيبه النادي الاهلي انها تاكد الصداره. استرجاع بقى اللعيبه الدوليه كمان، فبالتالي مهم جدا المكسب النهارده عشان تاكيد الصداره، وان انا ابقى فارق جدا في الترتيب من بدري عشان هنشغل بدوري الابطال. وزي ما كانت نجوى بتقول يحصل تدوير وان كان اضطراري معظم الوقت، يعني يمكن انت فقط قلبين الدفاع فاضطريت ان انت تدخل لعيبه مكانهم، فقط الباك ليفت النادي الاهلي الاساسي على مدار 6 سنين واحد نجوم الفريق مفتاح لعب الاهلي الاساسي علي معلول في كاس العالم، فكان محمد اشرف اللي بياخد في تدوير وفي روتيشن اضطراري في تدوير ان انت عايز تخلي عندك القائمه مفتوحه، اللعيبه بتريح بين دوري الابطال وبين الدوري وبين الكاس. الناحيه الثانيه الاتحاد طبعا عنده دوافع كبيره جدا زي ما كانت نجوى بتقول، الزوران خسر اخر ماتشين فعايز يعمل رده فعل على حساب مفيش يعني دوافع اقوى من ان اي فريق في الدوري انه بيلعب نادي الاهلي طبعا، فبيبقى عايز يرجع من خلال مجهود على الاقل حتى لو خسر او تعادل يقدم مباراه كبيره صحيح. قدام النادي او لعيبته تقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي عشان تروح اماكن ثانيه يعني تلعب في انديه اكبر. التشكيل الامثل من وجهه نظركم لماتش النهارده؟ تاكيدا بس على نقطه كان
قالها آسر إن الأهلي يمكن أنا شفت كذا تدريب لعب كولر للعيبة، كولر بيكون حريص جدا على تدريب كل لعيب الفريق، بيقسم الملعب، بيكون مع كل مجموعة بيقسمه لأربع مجموعات، بيكون مع كل مجموعة مدرب مساعد ومعاون ليه، لأنه حريص على كل اللعيبة ان هي تكون جاهزة فنية. شفت ده بعيني، ويمكن حتى بيدربهم على ضربات الجزاء كل اللعيبة، مش زي مثلا علي معلول اللي هو اللاعب رقم واحد في ضربات الجزاء في الأهلي، لا كولر مدرب خلينا نقول بيهتم بالتفاصيل، ويمكن التفاصيل دي هي اللي بتصنع الفارق في كل ماتش. كريم فؤاد هو آمن بيه، شفنا كريم فؤاد مختلف تماما عن السنة اللي فاتت، لانه اخذ الثقة، ويمكن اكتشفه في مركز تاني خالص بالظبط. السنه اللي فاتت لعبت باك رايت، لا انا شايفك جناح، هتلعب جناح، هتنزل، هتعمل، هتجيب جولين، وهتصنع. هو شطارته لازم تبقى موجوده عند بالظبط، هو شطارته في لمعرفه امكانيات اللعيبه وتوظيفهم صح، يعني يمكن هو ده اللي نجحه مع الاهلي. نرجع بقى للتشكيل بتاع النهارده، شايفين التشكيل الامثل للنادي الاهلي النهارده قدام الاتحاد السكندري ايه؟ يعني مفيش خلاف على الشناوي طبعا، رقم واحد يا جماعه، رقم واحد طبعا. اكرم يمين، شمال اعتقد ممكن محمد اشرف يلعب، لان ممكن معلول ما يكونش جاهز لسه. في القلب كانت نجا بتقول في ممكن يبقى فيه استعاده متولي، معرفش هو جاهز للماتش ولا لا، هو في القايمه النهارده يعني، ممكن يبدا بياسر وهاني زي المباراه اللي فاتت. اكرم او كريم ناحيه اليمين، هاني يبدا بياسر وهاني في القلب، انت عندك مشكله في السنتر باكات. وسط الملعب هو دايما عودنا انه يا اما السوليه وحمدي، اما السوليه وديانج، حمدي رجع كمان النهارده، حمدي رجع كمان النهارده، فممكن يبقى السوليه وحمدي. دايما التغيير، اي تغيير فني بيبقى في الثلاثه اللي قدام او في الاربعه اللي قدام، فممكن بشوف انه هيلعب بشادي وبرونو وعبد القادر، وممكن يبقى معاهم قفشه، وممكن يبقى معاهم قفشه. طيب بتشوف بقى نشوف الاتحاد المدير الفني تفتكروا هيبقى تخطيط اللعب عامل ازاي؟ دايما زوران متعود ان هو بيلعب في ماتشاته اللي قبل كده 3-4-2-1، يمكن اعتقد النهارده ان هو يلعب 4-3-2-1، ان هو هيدافع اكتر قدام الاهلي، زي يمكن ما كل او معظم مدربي الدوري، لان بيحاولوا يشلوا مفاتيح لعب الاهلي، ده بنشوفه على طول. دايما طريقه لعب اي فريق قدام الاهلي بيكون مختلفه تماما عن طريقه لعبه مع باقي الفرق الدوري، ويمكن معاهم الزمالك وبيراميدز يمكن. بالظبط، بيبقى معتمد طبعا على سرعه اوموتو في الكرات العكسيه، وهيحاول ومابلولو برضو الهداف السنه اللي فاتت، ويمكن مروان عطيه اللي الاهلي والزمالك دلوقتي حاطينه تحت انظارهم، لاعب مهم جدا، ويمكن كمان احمد عادل ميسي اللي دايما شفناه في الماتشات الاخيره بيلعبه في الشوط الثاني، او بينزل بيه في الشوط الثاني مش من اول ماتش، يمكن لاعب مهم جدا وبيحدث الفارق معاه. سافيو، عايزين نتكلم عن برونو سافيو، والحديث عن برونو سافيو من اول ما دخل النادي الاهلي يعني لا ينتهي. شايفين اداء برونو سافيو من اول ماتش لحد دلوقتي ازاي؟ وقد ايه الراجل ده فاجئنا يعني كلنا. مشكله هند السنين اللي فاتت انه بنقول دايما طيب احنا عندنا لعيبه مصريه قويه جدا في النادي الاهلي، طيب لو انا عايز فكرت فكره تعاقد مع لعيب اجنبي، دايما القاعده الاولى لازم تكون قدامك، لازم يكون اعلى من اللي عندي بكتير، مش حتى متساوي معاه في المستوى. وكان في طبعا يعني مع اي تراجع للنتائج كان في هجوم كبير جدا على اللعيبه اللي اوريدي جت النادي الاهلي، منهم بيرسيتا ومنهم لعيبه عندها فنيات كبيره جدا، لكن كانت مثلا بتمر بهبوط مستوى او كده. لما جه برونو سافي الحقيقه مفيش كمان اعظم من ان انت يعني تعمل تدي رساله او تصريح او ستيتمنت انك تخش قلوب جماهير النادي الاهلي في ماتش ببطوله وفي ماتش قمه، فبالتالي انت اول مباراه قمه ليك او ديبيو زي ما الانجليز بيقولوا، اول مباراه في سنه اولى قمه ليك بتسجل فيه، بتسجل الهدف اللي فتح الفوز امام الزمالك طبعا بثقه كبيره جدا، استغلال لخطا في التمرير من زكريا الوردي، وبتحط الكوره في بليسنج ممتاز جدا. بيبان هنا انا ليه جايب اللاعب الاجنبي ده اللي عامل صانع الفارق واللي بي 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 بيعلي الفرقه معايا. استمرارا لده طبعا شفنا حتى في مباراه المحله، مباراه صعبه وبره، ودايما مباراه المحله بتبقى صعبه على النادي الاهلي خاصه لو بره، مفتاح في الهدف تاكيد الفوز، الهدف الثاني مفتاح الفوز دايما لمسته فيها الفارق. في المباراه اللي صنع كمان اهداف كتير جدا، فبيصنع بيسجل، ما فيش ما حسيناش انه في ولا مره في استياء منه او امتعاض، انه لا طب انت بتحركني من هنا، بتلعبني مره في النص كاني رقم 10، او بتلعبني على الوينج على الجناح الشمال اللي انا برتاح فيها اكتر، او بتلعبني مهاجم متاخر شويه او شادو سترايكر. ففي كل مره كان بيأدي فيها، في كل مره لو ما سجلش بيصنع هدف، لو ما صنعش هدف بيسجل، فبالتالي اعتقد انه لحد دلوقتي نسبه نجاحه 100%.
ده اللعيب اللي كان محتاج، واحد من اللعيبه اللي كان محتاج النادي في المركز ده. في كلام ان كولر بيتكلم على انه في 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 في, في سوق الانتقالات القادم حاطط لستة بلعيبه كتيره جدا في يناير ان هو محتاجها او في مراكز معينه. لكن اعتقد الصفقه دي صفقه ناجحه ومستمره حتى الان مع النادي الاهلي. لو جبت حد هتضيف في مراكز، هو اكيد كولر شايف بعد ما لعب او صمم انه يلعب بالسكواد الحالي او بالقائمه الحاليه انه محتاج تدعيم فيها. لكن لحد الان المركز ده احنا مطمنين قوي جدا. كمان المرونه اللي عنده تكتيكيه ان انا ممكن العب فيه في اي حته في الثلاثه اللي قدامه. يعني صفقه ناجحه وجهه نظر حتى الان. تيجي نلعب لعبه كده قبل ما نخش على السؤال الثاني. يلا توقعاتكم الماتش النهارده ايه؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. 2-0 فوز النادي الاهلي ايا كان النتيجه، بس فوزنا النادي. عايز ارقام، عايز ارقام. 2-0 ممكن 2-0. 2-0 استاذه هند. 2-1 للاهلي. 2-1 حد هيسجل؟ اوكي مسجل يا نصر. مسجل يا نصر بالظبط كده. لا احنا متفائلين. ان شاء الله. احنا قبل ما احنا للاسف الوقت بيخلص، بس عايز اسالك انت ما قلتش الارجنتين، ماتش الارجنتين قول لي سريعا، شايف ارجنتين وكرواتيا ايه اللي هيحصل في الماتش؟ طيب هو ماتش صعب جدا يا هند، يعني ماتش ملعب ما اقدرش اتوقع نتيجه لانه الفريقين عندهم دوافع كبيره جدا. كرواتيا هتلعب مباراه بدنيه كبيره جدا جدا جدا، بتعرف تقفل كويس، بس يعيب على كرواتيا خلي بالك في ولا ماتش دلوقتي احنا بنقول فريق سيمي فاينل ما كسبش غير ماتش، يعني ما كسبش حقيقه غير ماتش. مش اول مره يعملها، ما عملها في 2018. يعني توصل بالتعادل عم توصل بتعدي بالوقت الاضافي. هو ماتش كندا لما الفونسو ديفيز سجل هدف واستفزهم فجابوا 4 اهداف غير كده، فبالتالي يعيب على زلاتكو داليتش انه بيقفل كويس قوي، لكن بيعيب عليه ما بياخدش المبادره يا هند خالص ويا اميره تماما. فمحتاج انه لو عايز تطلع الارجنتين وتوصل فاينل لازم في مرحله ما غير انك مقفل وقافل على 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 مفتاح اللعب عندهم زي ميسي وغيره لازم تبادر. يعني كوره بيتكوفيتش كان فيها توفيق كتير كبير جدا انها تغير اتجاهها وتعمل ديفلكشن في ماتش البرازيل، لازم يبقى في مباغته شويه. عنده وعنده الاوراق اللي تعمل كده، عنده بيريسيتش وعنده بيتكوفيتش ده حتى كبديل، وعنده باليسيتش ناحيه اليمين، عنده اوراق كتيره جدا. فبعتقد انه لازم يغامر شويه. الارجنتين على الناحيه الثانيه اي تحرك من ميسي صنع او سجل هتقلب يعني الانجليزي يقول لك الجيم تشينجر، اللعيب اللي قادر يغير نتيجه المباراه. فبالتالي ماتش ملعب صعب جدا جدا توقع مين اللي يفوز فيه. فكرواتيا عايز تكسب لازم تغامر، ارجنتينا عايزه تكسب لازم عندها صبر كبير جدا تكتيكي على انه هيبقى بيلعبوا ماتش دفاعي كرواتيا بامتياز، ويبقى محضرين جمل يقدروا يكسروا بيها تكتلات او يبريك الديد لوك بتاع كرواتيا. انا اتوقع ان النهائي بين كرواتيا والمغرب. اتوقعي النهائي بين نتمنى ولا اتوقع؟ نتمنى بالظبط، في فرق بين اتوقع ونتمنى على توقع يعني انت فاهمني. اميره تتوقعي مين؟ والله هند مش هكسبك. ماشي انت عايزه كده يعني، عايزه كرواتيا. هو انا اتمنى كرواتيا والمغرب، ولكن المنطق بيقول فرنسا والارجنتين. ما انا بقى توقعت ده علشان ده مش كاس عالم منطق يعني لاول مره وفوش منطق. ممكن يتكرر نهائي 2018 بين فرنسا وكرواتيا ممكن يتكرر. عامه انا اي فرقه بشجعها بتخسر فانا هشجع فرنسا. بشكركم وشرفتونا، للاسف وقتنا خلص، شرفتونا في الحريف. كنا سعداء جدا، شرفنا سعداء جدا معاكم. مبروك البرنامج يا الله يبارك فيك. نتمنى التوفيق ان شاء الله النهارده النادي الاهلي. خلصت فقرتنا، واكيد طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده في مباراته قدام الاتحاد السكندري علشان نقدر نحافظ على وجودنا في صدارة الدوري بإذن الله. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتكم. السمنة مرض العصر، وهي خطر حقيقي جدا جدا بيهدد صحتنا وحياتنا، وده لأنها بوابة لكل الأمراض. وللأسف أكتر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، ما بين بالغين مراهقين وأطفال حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية. وعلشان كده منظمة الصحة العالمية بتقوم بحملات لعلاج السمنة، مش بس للتوعية بمخاطرها لكن كمان علشان إزاي نقدر ان احنا نكافح السمنه. النهارده منوراني في الاستوديو ضيفه هتكلمنا عن اهم واكثر الامراض اللي بتسببها السمنه انتشارا، وازاي نعالجها ونتجنب الاصابه بيها، وازاي نتخلص من الاساس من المشكله الاساسيه اللي هي السمنه. ضيفتي النهارده هي دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. منورانا يا دكتور. ربنا يخليكي، ده نورك. عامله ايه؟ كويسه؟ كله حلو. عايزين نتكلم كده، قولي لنا في الاول اشهر الامراض اللي بتسببها السمنة. هو طبعا احنا لما بنقول للناس ان السمنه ده مرض، احنا مش قصدنا بس نخوفهم، بس على يعني على الاقل نوعيهم قد ايه الموضوع ده خطر. لان الناس فاكره ان انا يعني بس مليان شويه او مثلا عادي ممكن في اي وقت اعمل دايت، لكن هو ما يعرفش قد ايه هو جسمه بيعاني من جوه، وهو مش حاسس او هو مش ما كانش متخيل ان الموضوع فعلا ممكن يوصل معاه لكل الستبس اللي احنا هياخدها بعد كده. لان للاسف السمنه ديت هي احنا بنفتح باب او بندوس اول
متسلمه في باب كل الامراض المزمنه تقريبا، من اول بقى مرض السكر من النوع الثاني لحد بقى امراض الضغط، الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، ده غير كمان طبعا بيأثر بشكل كبير جدا على الشرايين، فممكن كمان يأثر على صحه القلب. فاحنا دخلنا في موضوع كبير مننا قوي، موضوع كبير فعلا، ونفسيا طبعا بشكل كبير، لان معظم الناس اللي بتعاني من السمنه سواء شباب او اطفال في المدرسه او في الجامعات اكيد الى حد ما بيتعرضوا لبعض التنمر او بعض المضايقات، حتى ممكن بعض النظرات بس تضايقهم، فده طبعا بيأثر بشكل كبير جدا على نفسيتهم، وطالما النفسيه متاثره برضو مش عارف يخس بشكل صحي، فبيحس ان هو دخل كده زي سيركل مش عارف يطلع منها، عمال يلف فيها مش خلصانين يعني. بالظبط. دكتور سالي، ازاي نقدر نساعد الشخص اللي عنده سمنه اللي ما بيقدرش يمشي على دايت ان هو يقدر يخس؟ مش عارفه نسبه السمنه زادت قوي، كبار وصغيرين، حتى بنلاقي السمنه دلوقتي في اطفال لسه صغيره، ازاي نقدر نساعد المرضى ان هم يتخلصوا من السمنه؟ هو طبعا في البدايه السمنه، علشان انا لازم اول حاجه اعرف اوعي نفسي ان فعلا انا في مشكله كبيره ولازم احل المشكله ديت. تاني حاجه بقى بتيجي القرار، ان انا اخد قرار والقرار ده يكون صارم جدا مع نفسي، ان انا خلاص لا انا هستوب، انا هحمي جسمي، دي نعمه ربنا اداهالي المفروض احافظ عليها، وانا عارف المشاكل الكتيره اللي فيها، فخلاص انا هاخد قرار وهكون قد القرار دوت، مهما بقى كانت الرحله بتاعت نزول الوزن دي مثلا فيها بعض الصعوبات، فيها بعض التخطيات اللي ممكن تكون تشالنج شويه بالنسبه له، فيها طبعا يعني لحد ما تغيير لايف ستايل بتاعه شويه لحد ما هيتعود، فهي طبعا بتبدا بقرار، والقرار لازم يكون صارم جدا. وبعد كده تاني ستيب تيجي هي الاراده، ان انا لازم النظام الغذائي او الدايت اللي انا امشي عليه دوت يكون مستمر معايا، مش بس لفتره معينه لحد ما انزل في الوزن وبعد كده خلاص انا بنزلت في الوزن ارجع تاني اكل براحتي، لان دوت هيخليه يرجع تاني يزيد في الوزن بشكل اكتر، وهيبقى بعد كده بقى القرار ده هيبقى شبه مستحيل يعني. بالظبط. فطبعا الاراده دي بتيجي تاني ستيب، والاراده علشان تكون قويه احنا بقى بنساعدهم في شركه اون تارجت فارما، ان احنا بنقوي الاراده دي او بنديهم كورس، احنا حتى مسمينه كورس الاراده، لان انا خلاص انا خدت القرار وخلاص اتكلمت تواصلت مع الشركه وخلاص انا هعمل نظام غذائي وانا عندي فعلا مشكله وعارفها ومحتاج احلها، فبيجي بعد كده بقى فكره ان انا الاراده ان انا عايز اكمل بقى على النظام الغذائي، عايز حاجه تساعدني. بنساعده بقى يعني الاراده الاول، انا قررت اخس فانتوا هنا بتتدخلوا ان انتوا تساعدوه. بالظبط كده، احنا بقى بنديله الاراده، بنديله بنساعده طبعا بكورسات مختلفه بالنظام الغذائي، كمان متابعه طول مده الكورس لحد ما يوصل للوزن المثالي. في ناس كمان بعد ما بتوصل للوزن بتبقى عايزه تثبت، وبعد بقى الثبات دوت خلاص هو بالنسبه له ده اللايف ستايل بتاعه. احنا يعني في ناس كتير بتقول لنا ان خلاص انا الاناسيليم بالنسبه لي لو انا مثلا رايحه عزومه، رايحه فرح، عارفه ان انا خارجه كده مع اصحابي مسافره مثلا، فبيبقى دايما معايا ساشيت الاناسيليم في الشنطه، فببقى عارفه ان انا هاخده قبل الوجبه او قبل العزومه ديت، فمش هفتح قوي في الاكل او مش هبوظ الدنيا قوي، بس في نفس الوقت انا استمتعت بالخروجه او استمتعت بالاكل دوت، وما حسيتش بقى بالذنب بعد ما ارجع ايه انا اكلت كتير قوي وكانت بس الخروجه كانت حلوه بس انا اتبسطت بس انا لا زدت كتير اهو. بالظبط. فنخش بقى برده في دايره ثانيه ان احنا بنندم بعد ما بناكل كتير، فاحنا الكورس الاناسيليم كمان بيعالج المشكله دي بشكل كبير، لان انا الاناسيليم ساعدني ان انا حسيت بالشبع بشكل كبير جدا، فاكلت اللي انا نفسي فيه او الاكل اللي قدامي اللي طبعا انا مش هقدر اقاومه بشكل كبير يعني، وما اكلتش كتير، فهروح انا اتبسطت بخروجتي، اتبسطت بالعزومه، ما اكلتش كتير وكلت كل اللي نفسي فيه، فمش هحس بالذنب. فبرضه غير انا لعبت على عامل الشبع في جسمي، انا لعبت بشكل كبير جدا على عامل النفسيه، ان انا اتبسطت بخروجتي وما اكلتش كتير والدنيا متظبطه، حتى لو كالوريز اكتر شويه من المطلوب بس يعني مش ما فتحناش قوي يعني. انا عايزاكي بقى تقولي لي روشته الاراده من الاول، يعني انا حلو روشته الاراده. اقعد ازاي كده مع نفسي اتفق معاها واعمل اتفاق انه يلا اهتم بصحتي، اهتم بجسمي، انه الاكل ده مهما كان ليه متعه، فمتعه الصحه والجسم الكويس، طبعا الكلام ده بقوله لنفسي دلوقتي هي اهم. ايوه احنا مع بعضينا اهو. احنا مع بعض من بدري. اول حاجه كل واحد عنده مشكله في السمنه بتكون عنده مشكله تانية هي اللي مسببه للسمنه. في ناس بتكون عندها الشهيه عاليه جدا، في ناس بتحب الاكل مش قادره تقاوم الاكل، في ناس مثلا بتقول لك انا باكل قليل بس انا عندي مشكله في الحرق في الجسم او عمليه التمثيل الغذائي او الميتابوليزم، في ناس مثلا بتعاني من امراض مزمنه والمرض دوت طبعا محتاج ادويه، محتاج حاجات، فانا مش قادره التزم على نظام غذائي او عملت نظام غذائي ما كانش مناسب لصحتي فتعبت فرجعت بقى تاني اكل براحتي عشان انا دي ادويه انا ما اقدرش ابطلها. فكل حد بيكون عنده مشكله. انا في القرار خلاص عرفت انا عندي قرار السمنه، فابتدي بقى اخش على الكورس او على الروشته. انا بقى احنا بنعرف من شركه اون تارجت فارما ايه المشكله دي،
وعلى اساسها احنا بندي له الروشته المناسبه ليه او الكورس المناسب ليه اللي بيعالج المشكله ديت وبيخليه يعني اللي هو خلاص يعديها، سواء ايه بقى اي حاجه، انا عندي مشكله في الشبع، انا عندي مشكله في الحرق، انا مثلا باكل سكريات كتير، انا عندي مثلا مشكله في نوع اكل معين. كل المشاكل دي احنا كل مشكله بيكون ليها حل، وكل حاله او كل بيشنت او كل كيس بيكون ليها الكورس بتاعها المخصص ليها والمخصص لحالتها اللي هينفع لها، اللي هيبقى متناسب كمان مع اللايف ستايل لحالتها. ماشي يا دكتور، احنا دلوقتي بنتكلم عن السمنه، وهند بتقول انا عايزه روشته الاراده. احنا مش شرط السمنه، على فكره هي السمنه درجات برضو يعني. بالظبط. السمنه من احسن استاذه اميره بتلقح. لا يا استاذه، لا انا مش قصدي الاقح والله، بس كلنا محتاجين الاراده. مش لازم ابقى عندي سمنه مفرطه وابقى كده علشان اهتم بنفسي وادور على كورس يساعدني ان انا احس بالشبع. لا، ما انا مش لازم اوصل للمرحله دي، لان في درجات. انت عارفه من وزن معين بتبقي في الدرجه الاولى من السمنه، والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. بالظبط. ونسبه الامراض، عايز اعرف اصحاب الامراض الضغط والامراض المزمنه هل امن ليهم كورس الاناسيليوم ولا لا؟ احنا طبعا لما اي بيشنت بتواصل معانا في شركه اون تارجت فارما، احنا برضو بنحدد له نوع السمنه اللي عنده، لان احنا بنعرفها من حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم او البودي ماس اندكس. دي زي معادله كده بيطلع منها رقم، الرقم ده بيكون ضمن سكيل، احنا بنعرف منه يظهر الشخص ده فعلا هو مجرد بس يعني زياده بسيطه في الوزن، ولا هو فعلا سمنه من الدرجه الاولى او سمنه من الدرجه الثانيه، او سمنه بقى مفرطه خلاص الرقم فعلا كبير. وده كل واحد طبعا بيكون ليه كورس معين. يعني مثلا لو انا شخص عادي بس انا بس عندي مشكله في 10 كيلو 15 كيلو حبه صغننين دول، هم دايما دكتور معلش هقطع كلامك، يعني في ناس ما يبانش عليهم ان هم تخان. بالظبط. وعندهم سمنه. وعندهم سمنه. في ناس بجد انا اعرفها شكلها كويس جدا. أيوة. بس لما بتعمل نسبه الفاتس عندها عاليه جدا، فدي سمنه مش دي سمنه. بالظبط. فلازم كل واحد فينا يعمل برضو التحليل ده او يشوف هو في انهي مرحله. حتى السمنه الموضعيه سمنه اعتقد. اكيد طبعا. كل دي كلها انواع من السمنه، وكل نوع طبعا بتكون ليه مشاكل معينه. يعني مثلا احنا بنعرف من الام بودي نسبه الدهون في الجسم، ممكن تكون يعني الناس فاكره ان بس الدهون شكل الخارجي للجسم، لكن ما يعرفوش ان اصلا في مشكله تانية كبيره اسمها الفيشرال فاتس او الدهون الحشويه. الدهون دي بتكون موجوده حوالين الاعضاء الداخليه، فدي بتاثر بشكل كبير جدا على صحه الجسم. يعني في ناس بتقول لك انا ممكن اكل بس انا بعمل مجهود كبير فمش باين عليا، بس انا لما يجي يعمل ان بودي يلاقي نسبه الدهون عاليه جدا ونسبه العضلات قليله. انا عايز اقول لك ان الان بودي ده هو اللي مدوخنا. الان بودي مبسوطه قوي، وبعدين الكوتش يقرر يقول لي هنعمل ان بودي ليه احنا ماشيين كويس. انا بقى عايزه اقول لكم حاجات غريبه. انا في فتره معينه كده ما كنتش مظبطه اكلي، ما كانش احسن حاجه، رحت عملت ان بودي وكنت معتقده انه هشوف كارثه، لقيت انه الماسلز زادت ما شاء الله، الفاتس كمان زادت، بس زادت مثلا 800 جرام حاجه بسيطه قوي وماسلز زادت. هل الناس اللي هي جسمها بيعمل كده دي تبقى جيناتكس ولا ده بركه ولا ايه؟ يعني انا انت ربنا بيحبك يعني من عند الله. طب احنا عايزه نقول للناس لو حد يتواصل مع حضراتكم، احنا التواصل سهل جدا، ممكن من خلال الارقام الموجوده على الشاشه، ممكن يتواصلوا معانا من خلال المكالمات او من خلال ابلكيشن الواتساب. موجودين بقى على السوشيال ميديا على كل البلاتفورم زي مثلا الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، او كمان ممكن يتواصلوا معانا من خلال صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه برده على الفيسبوك. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، وبرده صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام. هما موجودين دلوقتي على الشاشه، ممكن حضراتكم تصوروهم. طيب اللي احنا بنتكلم فيه ده بالنسبه للكبار، المراهقين والاطفال بقى ينفع يستخدموا الكورس ده؟ اكيد طبعا. هو احنا دايما بنفكر في فئه كبيره من الناس اللي مش كل الناس تقدر تاخد كل ادويه الدايت، او بيبقى عندهم كونسيرنز او خايفين كده من بعض المشاكل، فاحنا بنقول لهم ان كورس الاناسيليوم هو مش دواء، ما فيهوش كيميكلز، ده هو مكمل غذائي. كل الحكايه ان هو فيه الياف طبيعيه، الالياف دي بتعمل عمل بالون المعده، بس طبعا من غير عمليات، من غير بقى دكاتره والكلام ده كله. هي كل الحكايه ان الالياف ديت من نوع الالياف اللي هي بيمتص الماء. احنا بناخد كوبايه الاناسيليوم قبل وجبه الغداء او الوجبه الرئيسيه بتاعتي مثلا بنص ساعه او بساعه، وبعديها بشرب كوبايتين ميه. الالياف بقى اللي في الاناسيليوم بتفضل تمتص يعني الميه. يعني انا معترض على الكلام ده، انا هاجي اعترض. انا يعني اخد كوبايه كورس من الدواء وبعدين كوبايتين ميه وكده سدت نفسي؟ يعني انا كده سمعت اصلا عملت يعني الالياف دي ما فيهاش كالوريز خالص؟
هي الالياف الكالوريز بتاعتها بتكون قليله جدا جدا، حاجه مش هتحتسب يعني، حاجه بسيطه جدا. ده غير كمان ان الالياف اللي في الاناسيليوم عشان هي طبيعيه 100% فكمان ادت جسمي حوالي 50% من الاحتياج اليومي بتاعه للالياف. يعني احنا في النظام الغذائي طبعا لازم ناكل الياف، الالياف بتعمل حتى حاجات كثيره جدا في جسمي، بتساعد على الهضم. لو حد عنده مشاكل مثلا بسبب الدايت زي الكونستيبيشن مثلا برضو بتساعده، بتساعد البكتيريا الصديقه للامعاء انها بتحسن كمان شغلها، فبتخلي كمان الجسم نفسه بيبقى بيهضم بشكل احسن. فكل دي اصلا الالياف الطبيعيه بتعملها. فاحنا في الكورس احنا بس مش حاطين نسبه عاليه جدا الالياف، يعني الساشت 6 جرام الياف، ما فيش تقريبا برودكت في الماركت فيه كل الالياف دي في ساشت واحد، يعني هو بيديني فعلا جرعه كبيره جدا من الالياف، والالياف دي طبيعيه جدا جدا، هي بس هتملا حجم معدتي ان هي هتفضل تمتص الميه اللي انا بشربها، وحتى لو شربت اكتر من كوبايتين ميه هتفضل برضو تمتص الميه. يعني نفس فكره الاسفنج اللي هو لو انا حطيت عليه ميه هيمتص. وهي الناس اللي عندها مثلا مشاكل معده تحس ان هي بشعور غثيان او انتفاخ بالظبط، هي طبعا هي دي مشكله ممكن تواجه بعض الناس في الالياف، بس هي الفكره انا مثلا عندي بالون، احنا بنقول ان هي بديل لبالون المعده، فاهمه قصدك. فالبالونه ديت انا ممكن فرق بان انا املاها ميه او املاها رمله او ان انا املاها هواء. لو مليتها هوا هتكون خفيفة أقدر أنططها براحتي وألعب بيها والكلام ده كله، لكن لو مليتها مية البالون فعلا تبقى تقيلة وعارفة أنا مش قادرة أمسكها وبتكون لا مليانة. الفكرة كمان إن الناس هتاخد الأناسيليوم هتحس بشبع، هتاخد ألياف جسمها محتاجها، فهي مفيدة طبعا. هي طبعا مفيدة جدا، وإحنا كمان إحنا مش حاطين فيها أي كيميكلز، هي كلها طبيعية. إحنا واخدين حاجة اسمها بذور السيليوم الشكرة أو السيليوم هاسك، يعني حتى السيليوم ده ممكن أصلا الناس تشتريه من عند العطار عادي. بس كل الفكره ان احنا حاطين الالياف دي او البذور دي في الاناسيليوم بنسبه نقاء احنا عاملينها في المصنع بتكون عاليه جدا، توصل ل 99%. فهي ما فيهاش اي امبيوريتيز، ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي اضرار. كل حكايه ان الشخص هيشرب كوبايه الاناسيليوم وبعديها كوبايتين ميه، فهتنفش في معدتي فهتديني احساس بالشبع. ده غير طبعا ان احنا مش بس لاعبين على عامل الشبع، احنا كمان لاعبين على عامل الدهون المتخزنه في الجسم. لان الاناسيليوم برده هو مدعم 50% فيتامين سي، وكمان في انزيم اسمه البرومالين. الانزيم ده مستخلص طبيعي من الاناناس، برده ماده طبيعيه 100%، بس بيشتغل على الاديبوس تشو او الخلايا الدهنيه اللي هي في جسمي. طبعا على مدار وقت طويل بيعمل ايه بقى مع الخلايا الخلايا الدهنيه كل فائدتها في جسمي ان هي بتخزن الدهون فقط. بزرق. طبعا الدهون دي مهمه جدا عشان بتنظم الهرمونات، لكن الخلايا الدهنيه نفسها ملهاش اي وظيفه في جسمي غير ان هي تخزن الدهون اللي انا براكمها على فتره طبعا عادات غذائيه كتير غلط. الانزيم دوت بيروح على الخلايا الدهنيه ديت ويكسر الدهون اللي موجوده فيها لوحدات اصغر، او يعني زي بيفتتها كده اهوت، فتتحول حاجه اسمها احماض امينيه. الجسم بيعرف يتعامل مع الاحماض الامينيه ديت ان هي عشان حجمها صغير فممكن الجسم يمتصها بالظبط ويحولها لطاقه او كمان يتخلص منها. فاحنا مش بس لعبنا على عامل الشبع اللي احنا كمان قللنا الكالوريز انتيك اللي احنا بناخدها في وجبتنا، احنا كمان لعبنا على الدهون اللي احنا مخزنها في جسمنا بقى على فتره طويله. بالزبط. طب انت كده بتسهلي كتير، ده في اجهزه معموله مخصوص بس بالزبط. علشان تفتت الدهون اللي متخزنه، الدهون القديمه اللي هي ما بتتحركش بقى فتره دي. فده يسهل طبعا من غير ما نروح في حته ناخد الاناسيليوم، والدهون دي بتتفتت وهي بتتحول لطاقه بتحاول تخلص منها الجسم. بالظبط. هو طبعا احنا كمان بنفكر في شريحه كبيره جدا من الناس اللي هم اصحاب الامراض المزمنه. لان مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، اللي بيعانوا من اي مشاكل ثانيه، دهون ثلاثيه مثلا او كوليسترول، اللي ممكن لحد ما ما يقدروش ياخدوا كل البرودكت الموجوده في الماركت، او ما يقدروش ياخدوا اي دواء لان هو ممكن يعمل انتر اكشن مع اي دواء انا ملتزم عليه، او ممكن ياثر على جسمي على المدى الطويل بشكل او باخر. لكن احنا دايما لما فكرنا في الناس دي قدمنا لهم حاجه طبيعيه 100%، مش هتعمل اي انتر اكشن مع اي دواء انا باخده. يعني انا ممكن اخد ادويه السكر والضغط بتاعتي عادي وانا باخد الاناسيليوم. طبعا ادويه السكر بتكون قبل الاكل او بعد الاكل على حسب الكورس اللي هو بياخده. فانا حتى لو خدت الاناسيليوم قبل الاكل وانا باخد دواء مش هيعمل اي مشكله خالص، هي الياف طبيعيه 100%. لا احنا كمان في يعني الشريحه ديت مش بيقدروا ان هم كمان يروحوا للدكاتره، هم يعني تعبانين اصلا من الدكاتره اللي هم بيروحوا لها. فهي حاجه في البيت انا اقدر اخدها، واحنا كمان بنقدم لهم متابعه مجانيه طول فتره الكورس. يعني احنا بس مش اونلاين يعني احنا كمان مش بنبيع الكورس بس. يعني بدل بقى ما الناس تروح لدكتور وتنزل وتتابع، احنا بنقدم لهم المتابعه دي اونلاين. وطبعا يعني الدكاتره ان انا بروح بدفع فيز والكلام ده كله، فممكن تكون كوست عاليه على بعض الناس او على فئه معينه. فاحنا كمان بنقدم لهم المتابعه طول مده الكورس بنظام غذائي، بنسبنهم
يعني مش بس هياخد الكورس وانا اقول لك تعمله ازاي والكلام ده كله، انا هفضل متابعه معاك طول فتره الكورس او النظام الغذائي، هنظبط الجرعات مع بعض. لو مثلا لخبطنا شويه مش مشكله عادي، احنا بنسامح كتير. مثلا لخبطنا كتير قوي. بتحبي تلخبطي؟ لو ممكن لخبطه. بصي الاكل انا بالنسبه لي يعني طبعا انا قلبا وقالبا مع الحياه الصحيه والرياضه والهيلثي لايف ستايل، بس انا الاكل هو متعتي الوحيده في الحياه. يعني في ناس كتير جدا بتقول لي حاجه بيستهزئ. استاذه هند مش قادره اعترض، لان انا متعتي اكل. اعتقد ان انا لسه يعني ما تقرصتش القرصه، انا عارفه اني هقفل بقي يوما ما، بس لسه ما تقرصتش القرصه اللي هو لا تخينتي قوي وقفي، فاهمه؟ لو احنا ان شاء الله مش هنوصل للليفل ده. لا انا بشوف برضو هند في حاجه مهمه برضو بالنسبه ان انت بتقولي انا ممكن اقعد وكده واشوف الان بادي بتاعي فلاقي ان انا عندي ماسلز كويس، غير انها جيناتك، هو سن. صح. انت كل مرحله صح. عمريه الكتله العضليه صح. عندك بتبقى مختلفه، نسبه الحرق عندك بالزبط. اعلى صح. هيجي عليكي وقت كده هتلاقي نفسك لا انا من ال 30 كده، من ال 30 ل 31 لسه صغننه خالص، ابتديت تقولي لا انا محتاجه اقلل اكلي، انا محتاجه ادخل رياضه شويه لان حرقك ما بقاش زي الاول. ده طبيعي. حلو. فاستاذه هند استمتعي. اصبري ثلاث سنين بس، استمتعي بالحرق بتاعك. هي بتديكي طاقه ايجابيه كبيره جدا. لا لا بس هي بتقول حقيقي، يعني انا قبل ال 25 مثلا كان حرقي طياره، يعني كان ممكن احرق انت مش متخيله. ما كنتش بتخن، وزني ما كانش بيتخن 100 جرام حتى، وكنت باخد حاجات تتخني. اكشلي في حاجه اسمها مفتقه. ايوه باكلها كل زي زمان. انا كان اهلي بيعملوا كده برضه، علشان اهلي بيعملوا كده حتى مع الاطفال لو عايزين يتخنوهم. بعد ال 25 طبعا لا، بدات يبقى عندي حاجات معينه حطينا في الرده. احنا كمان في شركه اون تارجت فارما عندنا حاجات للحرق بس، يعني في حاجات كمان زي الكافيين والال كارنتين، الحاجات دي احنا بنتارجت بيها معدلات الحرق في الجسم. لو انتوا وعدتوني بالايه الكارنتين لسه ما خدتش عينيا ليكي برضو، علشان اللي بيتفرجوا يبقوا عارفين الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشه، وهينزل لكم دلوقتي صور لصفحات السوشيال ميديا تقدروا ان انتوا تصوروها. دكتور في اي طرق ثانيه للتواصل معاكي؟ هو هم كده عايزين ايه اكتر من كده؟ مكالمات والواتساب والفيسبوك والانستجرام، لو عايزين اي ابلكيشن ثاني من تحت امرهم يعني. كل حاجه موجوده اهو على الشاشه. دي احنا كده دي صوره دي صفحه اون تارجت فارما. ده الكورس المكثف. ودي صفحه دكتور نهال حافظ. ده على الفيسبوك بقى، ده على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما. لو ناس متواجده معاكم 24 ساعه، دكاتره متخصصه هتطلب منكم مثلا في الاول اكيد تحاليل بالظبط وحاجات، بيملى ابلكيشن او فورم بنعرف منها الوزن والسن والطول، لو في اصلا اي امراض مزمنه، في مشاكل معينه في الدايت، هل عمل انظمه دايت قبل كده او خد اي ادويه. فطبعا احنا بناخد منهم كل يعني المعلومات. كل المعلومات. دكتور سالي فيكتور بنشكرك جدا. العفو. على ايه بس. حلقتنا النهارده ان شاء الله تبقي معانا في فقرات ثانيه. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، انتظرونا في حلقات ثانيه ان شاء الله. باي باي.